لنجاح معرض ايدكس 2018 للصناعات الدفاعية والعسكرية. بينضم لنا على الهاتف سيادة العقيد أركان حرب التامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة. صباح الخير سيادة العقيد. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا بنهني حضرتك طبعا على نجاح المعرض، وبالتأكيد بعد انتهاء فعالياته. تقييم حضرتك للمعرض كأول معرض للصناعات العسكرية يقام على أرض مصر؟ طبعا الحمد لله المعرض حقق الأهداف المرجوة منه، وطبعا احنا بيبقى لينا تقييمات مبدئية، لكن في تقييمات أخرى طبعا من الجهات المعنية في القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي للاستفادة لتنظيم المعارض إن شاء الله بعد كده في المستقبل. لكن كان في ثقة كبيرة من المجتمع الدولي وكبرى الشركات العالمية في الدولة المصرية، وإن هي تيجي تنظم تيجي تعرض منتجاتها هنا على أرض مصر. تم عدد كبير طبعا من الوفود العسكرية اللي شرفونا بزيارة المعرض. جناح المصر طبعا كان في فرصة عظيمة إن احنا بنعرض منتجات القوات المسلحة وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع للمعرض على الجمهور. كان زوار المعرض الحمد لله تخطى الأعداد اللي احنا كنا مقدرينها من قبل المعرض الحمد لله. نعم، طيب هو تم الإعلان طبعا قبل المعرض إنه حيقام بصفة دورية كل سنتين، هل بعد النجاح اللي حققه المعرض ممكن إنه يكون معرض سنوي يقام كل عام؟ إن شاء الله المعرض القادم هيقام 2020، ويمكن أثناء مرور السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد رئيس الأركان على الشركات المعروض اللي كانت عارضة منتجاتها في المعرض، كانت بتطلب من دلوقتي إن هي تبقى مشتركة في المعرض القادم في 2020. ونتطلع طبعا يكون المعرض القادم يستفيد من تنظيمنا للمعرض ده، ويبقى المعرض القادم عدد الشركات أكثر، الوفود العسكرية أكبر، حجم الزوار اللي يجي للمعرض يكون أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك جدا سيادة العقيد أركان حرب التامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، كنت معنا هاتفياً.